مساء الخير مشاهدينا، ينتظر أن يصل مساء غد الأحد وفد فريق القادسية الكويتي إلى عمان، وذلك تأهبا لملاقاة فريق الرمثا يوم الأربعاء المقبل في ثاني لقاءات الفريقين في المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم. ويعلم فريق الرمثا بأن المواجهة المقبلة أمام القادسية الكويتي لن تكون سهلة، بخاصة بعد الخسارة المباغتة التي تعرض لها القادسية في بداية مشواره الآسيوي على يد الشرطة السوري. إلى ذلك ستشهد صفوف فريق الرمثا عودة الظهير الأيمن سليمان السلمان بعدما تعافى من الإصابة تماما، حيث سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة القادسية. ويتصدر فريق الرمثا والشرطة السوري ترتيب المجموعة الرابعة ولكل منهما 3 نقاط، ويتذيل الترتيب فريقي القادسية ورفشان الطاجكستاني. على الجهة المقابلة سيفتقد فريق الفيصلي لخدمات حسون الشيخ في المباراة التي ستجمعه مع فريق دهوك العراقي الأربعاء المقبل بالعراق في ثاني لقاءات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتعرض حسون الشيخ للإصابة أثناء عملية الإحماء وقبل دقائق من بداية مباراة الفيصلي أمام ظفار العماني التي جرت في عمان الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز ظفار ب3 أهداف لهدفين، حيث لم يشارك حسون في هذه المباراة. ويسعى فريق الفيصلي للبحث عن بداية جديدة أمام دهوك يستعيد من خلالها التوازن، وسيسعى الجهاز الفني للفيصل بقيادة المدير الفني الروماني تيتا إلى معالجة الأخطاء التي رافقت أداء الفريق في المباراة، وبما يضمن تحقيق نتيجة إيجابية مع فريق دهوك العراقي. حقق المتسابق اللبناني رجيف غالي لقب الرالي الوطني الأول الجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات، والتي أقيمت يوم أمس في منطقة الغابة. وشهد الرالي الذي تكون من 6 مراحل خاصة منافسات لا ترحم، وشهدت المرحلة الأولى سيطرة من المتسابق المخضرم معروف أبو سمرة الذي احتل المركز الأول بفارق 6 ثوان عن أقرب منافسيه اللبناني رجيف غالي وأيضا علاء رشيد. وفي المرحلة الثانية قفز السائق اللبناني رجيف غالي إلى المقدمة وبسط السيطرة على أجواء الرالي حتى النهاية وسط منافسة كبيرة من المشاركين على المراكز الأولى، واحتل المتسابق معروف أبو سمرة المركز الثاني، فيما جاء علاء رشيد بالمركز الثالث. وإلى الأخبار العالمية، حيث تتجه الأنظار يوم غد إلى ملعب أولد ترافورد، حيث يتواجه مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي بمعنويات مهزوزة، وذلك في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم. ويدخل مانشستر يونايتد إلى الموقع النارية مع ضيفه تشيلسي حامل اللقب، وهو يبحث عن تناسي الخيبة التي مني بها الثلاثاء الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن خرج من الدور الثاني على يد ريال مدريد الإسباني بالخسارة على أرضه ب2-1. وتعتبر مسابقة الكأس من اختصاص تشيلسي في العقد الأخير، ويسعى إلى تكرار سيناريو كأس رابطة الأندية المحترفة حين أطاح بيونايتد من الدور ثمن النهائي. استأنف النجم الدولي الإسباني تشافي هرنانديز المشاركة في التدريبات الجماعية لبرشلونة بعد تعافيه تماما من الإصابة، وليبدأ الاستعداد بجدية على أمل المشاركة مع الفريق في مباراته الحاسمة والصعبة أمام ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها برشلونة ب2-2. ورغم تعافي اللاعب تماما من الإصابة، إلا أنه لن يشارك في مباراة فريقه الليلة أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس العالم في البرازيل عن بعض المعايير الأمنية التي سيتم تطبيقها خلال كأس القارات والمونديال أيضا. ومن بين المعايير التي تم الاتفاق عليها تجديد عمليات تفتيش الجماهير على بوابات الملاعب، ومنع الدخول أو منع دخول المشجعين إلى الملاعب قبل ساعة من انطلاق المباريات. وقال دوم موراتيرا المستشار الأمني للفيفا بأنه ستكون هناك معايير مشددة في عملية دخول الملاعب. وأوضحت اللجنة المنظمة للمونديال أنه بحلول شهر نيسان المقبل سيتم نشر قائمة بالأغراض التي سيمنع الجماهير من اصطحابها إلى داخل أرضية الملعب.
حافظ الفرنسي سباستيانو جي على الصدارة في اليوم الثاني من رالي المكسيك المرحلة الثالثة من بطولة العالم للراليات، وتصدر جي الترتيب بعد فوزه في 7 مراحل في اليوم الثاني متقدما على النرويجي مادز أوتسبيرغ بفارق 30 ثانية ومنافسه على اللقب العالمي هذا الموسم الفنلندي ميكو هيرفنن بفارق 40 ثانية، علما بأن الأخير لم يحرز أي مرحلة رغم انطلاقه من المركز الأول في هذا الرالي. وحل البطل العربي القطري ناصر العطية في المركز السادس، فيما تعرض الفنلندي لاتفالا الزميل الوحيد لأوجيه لحادث في المرحلة الثالثة، ما سيجبره على إكمال المسير ضمن نظام السوبر رالي لاكتساب الخبرة على السيارة الجديدة. فازت الصين بذهبيتين في منافسات بطولة العالم لتزلج الحر على الجليد في المنحدرات الجليدية في النرويج، وفي منافسات السيدات الهوائية كان اللقب من نصيب الصينية زومينغ تاو، والتي عادت لمنصة التتويج بعد أن كانت قد نالت لقب الجولة الأخيرة في روسيا الشهر الماضي. زو نالت الذهبية برصيد 98 نقطة متقدمة على الروسية كوراسانوفا، وتلتها أيضا الأسترالية دانييل سكوت لتفوز بالبرونزية. وهم في منافسات الرجال كان اللقب من نصيب الصيني غوانغ باو الذي قدم عرضا مذهلا، وحل الكندي تايفيس بالمركز الثاني، بينما دانت البرونزية للصيني زونغ يانغ. فاز الأسترالي ريتشي بورت بسباق المرحلة الخامسة في طواف باريس للدراجات الهوائية في فرنسا. السباق انتهى بمرحلة جبلية طويلة استغل فيها الأسترالي ريتشي بورت المهارة ليتخطى الجميع في المراحل الأخيرة وينال لقب المرحلة عن جدارة بزمن قدره 4 ساعات و50 دقيقة و54 ثانية، وحل في المركز الثاني الروسي دينيس مينشوف، وكان في المركز الثالث الأمريكي أندرو تلانكسي متصدر الترتيب العام بنهاية المرحلة الرابعة. تواصلت في إنجلترا منافسات البطولة المفتوحة لكرة الريشة بادمنتون وسط منافسة كبيرة بين المشاركين، وفي منافسات الزوجي المختلط تغلب الثنائي الإندونيسي تونتي أحمد وليليان تناتسير على فريق كوريا الجنوبية كيم كي وجون كيونغ بشوطين مقابل لا شيء. أما مباريات الفردي فجمعت بين المصنف الأول العالم الماليزي لي تشونغ وي والصيني وانغ زهي في صراع على بطاقة التأهل للدور الثالث، فيما تمكن فيزها النجم الماليزي من حسم الأمور لصالح. وجمعت مباراة الفردي في السيدات بين الدنماركية تايم بو والصينية هان لي، وتمكنت الدنماركية من الفوز في هذه المباراة بعد أداء جميل.